بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في أحكام المواريث، حيث تناولنا في الحلقة السابقة بعض أحكام ميراث الحمل، وها نحن إن شاء الله نواصل الحديث عن بقيتها. فقد ذكرنا في الحلقة السابقة شروط توريث الحمل وما يتعلق بها من مباحث، وموضوع حديثنا الآن فيما إذا كان في الورثة حمل وطلب القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدمه، والذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة. فإن لم يرضى الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل فهل يمكنون من القسمة؟ قد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين. القول الأول أنهم لا يمكنون، وذلك للشك في شأن الحمل وجهالة حالته وتعدد الاحتمالات في شأنه، تعددا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه وإرث من معه. فتجنبا لهذه المحاذير ينتظر إلى وضع الحمل ومعرفة حقيقته. القول الثاني أن الورثة يمكنون من طلبهم ولا يجبرون على الانتظار، لأن فيه إضرارا بهم، إذ ربما يكونون فقراء أو يكون بعضهم فقيرا، ومدة الحمل قد تطول فيحصل التضرر، والحمل يحتاط له فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه، فلا داعي للتأخير. وهذا القول هو الراجح فيما يظهر، لكن اختلف العلماء الذين قالوا بهذا القول في المقدار الذي يوقف للحمل، لأن الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله، حيث تتجاذبه احتمالات كثيرة من حياته وموته وتعدده وانفراده وذكوريته وأنوثيته، ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار إرثه وإرث من معه. لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال. القول الأول أنه لا ضبط لعدد الحمل، لأنه لا يعلم أكثر عدد تحمل به المرأة من الأجنة، لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون معه، فمن يرث في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب فهذا لا يعطى شيئا، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا فإنه يعطى الأنقص، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير فإنه يعطى نصيبه كاملا، ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات إلى أن ينكشف أمر الحمل. والقول الثاني أنه يعامل الحمل بالأحظ، ويعامل الورثة معه بالأضر، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين، ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه، فإذا ولد الحمل وتبين أمره أخذ من الموقوف ما يستحقه، ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه إلى مستحقيه، وإن كان الموقوف قدر نصيبه أخذه كاملا، وإن كان أنقص من نصيبه رجع على الورثة بما نقص. القول الثالث أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر، لأن الغالب المعتاد ألا تلد الأنثى أكثر من واحد في بطن واحد، فينبني الحكم على الغالب، ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد، لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطا. والراجح من هذه الأقوال والله أعلم ما كان فيه الاحتياط أكثر، وهو القول الثاني، لأن ولادة الاثنين في بطن واحد كثير الوقوع، وما زاد على الاثنين نادر، وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر، وحتى لو تحقق فقد يعتري الكفيل ما يعتريه فيعجز عن التحمل،
فيضيع حق الحمل إذا تبين أكثر من واحد. فعلى القول المرجح يجعل للحمل 6 تقادير، لأنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة، وإما أن ينفصل ميتا، وإذا انفصل حيا حياة مستقرة فإما أن يكون ذكرا فقط أو أنثى فقط، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرين أو أنثيين. فهذه 6 تقادير يجعل لكل تقدير مسألة وتجرى عليها العملية الحسابية، ثم تنظر في أحوال الورثة، فمن كان يرث في جميع هذه المسائل متساويا أعطيته نصيبه كاملا، ومن كان يرث فيها متفاضلا أعطيته الأنقص، ومن كان يرث في بعضها دون بعض لم تعطه شيئا، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق، والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في أحكام المواريث، وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.